الفترة اللي جاية برضو انا بالنسبة لي، بالنسبة للناس، الناس دايما بتتكلم على إضاعة الفرص، وحضراتكم دايما خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا دايما بتتكلموا على إضاعة الفرص، ولكن النهاردة هي معادلة بيني وبينك برضو. لما تيجي تبص للمباراة انت كسبان اربعة باخطاء بقى، مش باخطاء، بعرضيات مش بعرضيات، في الاخر سجلت اربع اهداف. سجلت اربع اهداف، والنادي الاهلي عنده ايجابيات كثيرة في هذه المباراة. مهم جدا برضو ان احنا نعرف اضعنا اهداف ولكن جبنا اهداف برضو. ما هو طبعا في دي سلبية واحنا دايما بتكلموا عنها، ولكن ما احنا جبنا جوان. بص، هي السلبية إضاعة الفرص السهلة، هي دي السلبية، تمام؟ انك هدي، وهدي اكبر سلبيه ممكن اي فريق يعني يمر بيها، انك تضيع فرص سهله كان من الامكان هي تحرز هدف. تمام. لكن الايجابيه في الموضوع انك بتوصل للجول كتير. بالزبط. يعني ايجابيه ان انت عشان تسجل اهداف لازم توصل للجول. النادي الاهلي النهارده يمكن وصل حوالي 10 12 مره للجول في فرص متاحه ان هي تسجل اهداف. انا النهارده في مباراه النهارده ممكن اعذر بعض اللعيبه، يمكن انا اختلف شويه. انا يعني في المباريات السهله دايما بتعذر شويه الفرق بتعذرهم شويه، تمام؟ بتحس من كتر الفرص السهله قوي بتبقى انت خلاص مش مصدق ان انت واقف انت كل واحد. يعني بتحس ان الامور سهله بالنسبه لك، فكل شويه يجي لك فرصه، فبالنسبه لك التركيز بيبقى قليل شويه. النهارده في مباراه سهله للاهلي، اضاع حسين الشحات، اضاع وليد ازارو، واضاع محمد هاني، يعني لعيبه كتيره جدا ضيعت وقت. جاي اضاع برضه واحد النهارده كانت لعبه، بس لعبه ببراعه بشكل رائع جدا جدا جدا. ولكن خليني اقول لك يا اسلام، النهارده الاهلي يمكن الميزه اللي كانت موجوده او التميز اللي كان موجود عليه النادي الاهلي النهارده ان الاختراقات من العمق، الثرو باسز الطوليه كانت موجوده، اللعب من على الاطراف. والنهارده اللي هي اكبر ميزه او اكتر ميزه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي هي بتلعب من على اطراف الملعب عن طريق محمد هاني وعلي معلول. النهارده كان في اكتر يعني من 10 12 كروس يا كابتن النهارده اتلعبوا بشكل رائع جدا جدا جدا. عشان كده كنت انا بقول يعني في كلمتي قبل الكلمه دي، انك في التدريب في مباراه سهله في مباراه صعبه لازم تشتغل على طول. انا كانه كل كره بالنسبه لي متاحه ان انا اعمل كورس اشتغل. النهارده افضل اثنين في الملعب برضه هم علي معلول ومحمد هاني. الاثنين اللي بيصنعوا لك الشغل، هم دول المؤثرين بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه. النهارده حاجه كمان ميزه كبيره جدا شفناها النهارده، الشغل الرائع اللي ما بين حسين الشحات وما بين محمد هاني. النهارده كان في شغل انسجام غير عادي، كان في شغل رائع جدا جدا. محمد هاني بيضم لجوه، حسين الشحات بيفتح لبره، والعكس لما حسين الشحات بيفتح بيضم لجوه محمد هاني بيطلع لبره. فكان في شغل ما بين الاثنين اللعيبه من كتر الشغل اللي بيشتغلوه داخل الملعب، واضح ان الانسجام زاد. النهارده حسين الشحات اداؤه رائع جدا جدا النهارده، حتى لو كانت المباراه يا كابتن سهله، بس برضو انت واخد المباراه سيريس. انت قلت كلمه مهمه جدا يا كابتن شريف. كابتن فتحي برضو شاركونا برضو الموضوع ده. كابتن بلال قال ايه؟ قالك الانسجام زاد. طيب هو الانسجام زاد ليه؟ احنا اتعلمنا من حضراتكم الكلام ده، الانسجام زاد لانه تكرار الشغل في التمرين مع بعض طبعا وكل حاجه، ولكن ال11 لعيب هم تقريبا. فبالتالي هو الراجل هنا